مش قادرين يتنفسوا ومرعوبين وحرارة أجسامهم انخفضت تماماً. تفاصيل مرعبة عاشها ركاب الغواصة تيتان قبل موتهم بساعات قليلة. مشاهدينا، ما زال حادث الغواصة متصدر جميع محركات البحث والترند بكافة منصات التواصل الاجتماعي، وفي كل دقيقة بيتم اكتشاف تفاصيل وكواليس مؤلمة حول الضحايا وما حدث لهم قبل الانفجار الغواصة. ماذا حدث للغواصة والضحايا وما هي الكواليس الجديدة التي تم الكشف عنها؟ تفاصيل الآن في هذه التغطية المباشرة من صدى البلد. لحظات مؤلمة وصعبة شاهدها ضحايا الغواصة تيتان قبل انفجار الغواصة تماما، والتي فقدت منذ يوم الأحد الماضي بعد ساعة وخمسة وأربعون دقيقة على غطسها. واجه ركاب الغواصة خطر انخفاض في درجة حرارة الجسم نتيجة للتنفس الكثير وفرط التنفس بالغواصة، والذي بالطبع نتج عنه نوبات الخوف والهلع الذي تعرضوا له، حيث يستهلك التنفس الكثير والسريع كميات أكبر من الأكسجين، بالإضافة لأن الركاب قد واجهوا أيضا بيئة داخلية معادية، وذلك بالطبع وفق تصريحات الدكتور ديل مولي طبيب الطوارئ والطب الوقائي المتقاعد والمدير السابق للطب تحت البحر والصحة الإشعاعية البحرية الأمريكية. قال دكتور مولي وشرح أيضا في تفاصيل فقدان الغواصة، وهي أنها بدأت بأنها فقدت الاتصال بالسفينة الأم وسابقت قوات الإنقاذ الزمن لإنقاذ الركاب أملا في وجودهم أحياء خلال الأيام الماضية. وصرح أيضا الدكتور مولي أن من الاحتمالات أن الغواصة تكون قد عانت من تمزق كارثي في وعاء الضغط، كما يؤدي انخفاض درجة الحرارة في أعماق المحيط إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بالطبع، بالإضافة طبعا للتنفس السريع يؤدي لفرط استخدام الأكسجين الموجود ومن ثم نفاذه بسرعة، مما يعرض حياة ركاب الغواصة للخطر. فقدت مشاهدينا غواصة تيتان منذ 4 أيام في أعماق المحيط الأطلسي قبل أن تعلن النهاية المأساوية لكل ركاب الغواصة، وبعد ساعات من وصول مسيرة مائية لقاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة، أعلن خفر السواحل الأمريكي مقتل ركابها الخمسة نتيجة حدوث انفجار داخلي كارثي في الغواصة. استبعد غفر السواحل وجود تصادم بين الغواصة وتيتانيك أو حطام سفينة تيتانيك، ومن ناحية أخرى أكد خفر السواحل الأمريكي من مؤتمر صحفي عدم سماع أي صوت لانفجار أثناء عملية البحث عن الغواصة تيتان. كما أعلن أيضا خفر السواحل اكتشاف موقع حطام قرب سفينة تيتانيك، من الممكن أن يكون حطام هذه الغواصة والتي اختفت عن الرادارات منذ يوم الأحد الماضي. كان الباحثون أيضا أدلة وسمع عن الغواصة أصوات ظنوا أنها من الغواصة، لكن خفر السواحل الأمريكي أكدوا بأن هذا الضجيج التقطه السونار وهو مجرد ضوضاء المحيط الخلفية. كما أعلنوا أيضا أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة الأسباب الفعلية وراء الانفجار الذي حدث بتيتان الغواصة. أما شركة بلاجيك للخدمات البحرية فأكدت اكتشاف حطام قرب السفينة الغارقة منذ عقود وهي تيتانيك، وكان الأكثر ألماً هو أن الشركة قد قدمت التعازي في بيان لأهالي من كانوا داخل الغواصة المفقودة بالطبع. وأيضاً تم العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي للمركبة والمكتوب عليه اسمها، وذلك قرب آخر موقع معروف للغواصة تيتان. أكدت الشركة على أن الغواصة تحركت ومعها ما يكفي من الهواء لمدة ما تقارب 96 ساعة، وهذا يعني أن خزانات الأكسجين نفدت بالطبع على الأرجح صباح اليوم بمرور أو بعد مرور 120 ساعة على الغياب. نص البيان الرسمي للشركة على أن نعتقد أن مديرنا التنفيذي ستوكوكون راش وشاهزادة داود ونجله سليمان داود وهميش هاردينج وبول هنري نارجيلوت فقدوا للأسف، وكان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة والشغف العميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها أيضا.
ختمت الشركة بيانها قائلة: قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد عائلتهم خلال هذا الوقت المأساوي، نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفه. بالنسبة لركاب الغواصة أيضا نستعرضهم مع حضرتكم بالأسماء. أولهم الملياردير البريطاني هيمش هاردينج، عمره 58 عام، ورجل أعمال من أصل باكستاني. أيضا شهزاد داوود 48 عام، وابنه سليمان داوود 19 عام فقط، بالإضافة للمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت 77 عام، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت راش ستوكون. أما حطام سفينة تايتانيك والتي بالطبع كانت الرحلة ذاهبة إليها ركاب الغواصة في مغامرة لاستكشافها، فهو حطام سفينة تسمى تايتانيك، بالطبع كل العالم يعرفها، اصطدمت بجبل جليد وغرقت في أول رحلة لها عام 1912. ويعد حطام السفينة على عمق 3810 متر وعلى بعد 1450 كيلومتر تقريبا شرق مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأمريكية، و 644 كيلومتر جنوب مدينة سان جونز في نيوفاوندلاند بكندا. وقصة بالطبع التي أخذت منها الفيلم الشهير تايتانيك، وضح الفيلم بعض اللحظات التي من الممكن أن يكون عاشها ركاب سفينة تايتانيك. أيضا كان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال أمس الخميس أن الحكومة البريطانية تدعم بالطبع عائلات البريطانيين الذين لقوا حتفهم في غواصة تيتان في المحيط الأطلسي، وقدم أيضا الدعم لأسر الضحايا في بيان رسمي جاء فيه: تقدم حكومة المملكة المتحدة دعما وثيقا للعائلات المتضررة وتعرب عن أعمق تعازيها. قال أيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باتريك رايدر أنه من المحزن جدا أن نسمع بيان أوشن جيت بشأن مقتل الأفراد الذين كانوا على متن غواصة الشركة. وبذلك تكون انتهت رحلة الغواصة تيتان والتي قررت استكشاف حطام سفينة تايتانيك على عمق نحو 4000 متر شمال المحيط الأطلسي، فأصبحت هي الأخرى مجرد حطام بجانب سفينة تايتانيك الشهيرة. مشاهدينا، إلى هنا انتهت تغطيتنا، وأشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.